السلام عليكم، أنا اسمي ريفان حمامية وبدي أجرب أتواصل مع أبوي عمي حمامية. هو أنا جربت أتصل عليه، أبعت له إيميل، رسائل، جربت كل الطرق، فبدي أجرب بدي أجرب أروح على السوشيال ميديا وأحكي معه. فهو تركنا وصل له سنتين. أنا يا بابا مش عارفة كيف أنت عملت هيك، إحنا أولادك ليش تركتنا؟ أنا شو ذنبي؟ شو عملت لك انك انت تركتنا؟ ليش انت مش قاعد بترد على اتصالاتنا والمسجات؟ تيم عم اخوي عمره 4 سنين ونسيك، مش عارف، احنا ما بنعرف شو شكلك، نسينا صوتك، نسيناك، يعني انت اخذت اوراقنا ومش راضي ترجعهن، رجعنا لياهن. اذا حدا منكم بتعرفوا عمار حمامة، إذا بتشوفوا لو سمحتوا أعطوا هذا الفيديو فرجوية، أنا بدي أحكي مع أبوي. هو أخذ أوراقنا، بدي أوراقي عشان أرجع على فلسطين، بدي أروح على فلسطين بس مش قادرة. أخذ أوراقي أنا وأخوي، فرجاء إذا بتشوفوا عمار حمامة لو سمحتوا فرجوا هذا الفيديو. أنا ما بعرف أي شيء عنه، بس هو فلسطين، هذا بعرف عليه، بعرف اذا هو مريض او اشي صار له. فرجاء اذا بتشوفوه لو سمحتوا فرجوا هذا الفيديو.